سنوات طوال ونحن تائهون في هذه الصحراء. إلى متى هذا العذاب؟ إذا كان موسى نبيا حقا فلماذا لا يخرجنا من هذا التيه؟ إنه العقاب الذي حل بنا بعد أن خذلناه. يا ليتنا دخلنا الأرض المقدسة كما أمرنا موسى. هل جننت؟ كيف كنا سندخلها وفيها هؤلاء الجبارين؟ فلا تأس على حالك إذن، ولا تشتكي، وامكث في هذه الصحراء إلى أن ندفن فيها جميعا. أكنت مع الجموع التي استمعت لحديث موسى بالأمس؟ نعم. وهل كان حقا حديثه ممتعا؟ لقد كان حديثا شيقا حقا. وماذا قال؟ لقد كان حديثه جامعا مانعا. حدثنا عن صراعه مع فرعون مصر، وعن آيات العذاب التي أرسلها رب موسى إلى فرعون وقومه، وحدثنا أيضا عما حدث لقارون، وعن شق البحر، وعن الينابيع التي تفجرت في الصحراء، وعن المن والسلوى. إنه حقا لم يترك شيئا. هل تحدث عن ربه؟ تحدث كثيرا. إنه حق النبي، إنما قاله لا يصدر إلا عن نبي. حقا لقد تسرع موسى بالحكم على نفسه بأنه أعلم أهل الأرض، وهكذا أخطأ موسى، ولكنه استغفر ربه على خطئه وانشغل بأمر العبد الذي يعلم أكثر منه. ما بال موسى يمشي شارد الفكر مهموما منذ أيام، وهو يعتزل الناس ولا يكلم أحدا. ترى ماذا ألم بك يا موسى؟ أنت صباحاً يا موسى، وكأنه لم يسمعك. وكان موسى لا يزال يفكر في أمر هذا العبد الذي يعلم أكثر منه. من هو هذا العبد؟ وما هو العلم الذي أعطاه الله له؟ أيوجد علم لا يعرفه موسى؟ حار موسى في التفكير كثيرا، وشغله الأمر أكثر فأكثر. وأخبر موسى أخاه هارون بخصوص هذا العبد الذي يعلم أكثر منه، وأخبره أنه يريد أن يعرف من هذا العبد وأن يطلع على علمه. بعد أن عاتب الله موسى إذ لم يرد العلم إليه سبحانه، أوحى الله إلى موسى أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال: يا رب، وكيف لي به؟ فقيل له: احمل حوتا في مكتل، فإذا فقدته فهو ثم، أي حيث ستفقد هذا الحوت ستجد هذا العبد. لقد اصطدنا الكثير من السمك، فلنعد قبل أن تغيب الشمس.
يوشع يا ولدي، لماذا تأخرت؟ قال يوشع: عذرا يا أمي، فلقد كان البحر كريما معنا اليوم. انظري يا خالتي، اصطدنا سمكا يكفينا أياما. قال يوشع: سآخذ بعضا منها لنبي الله موسى. وما شأننا بموسى يا ولدي؟ ألم يكفيه ما فعله بنا وبقومه الذين ألقاهم في الصحراء؟ قال يوشع: يا أمي، إن موسى معلمي، فهو لا يفتأ يعلمني مما علمه الله، وأنا أدين له بالفضل. أخشى أن تصير مثله. قال يوشع: ليتني أصبح مثل موسى. إنه يوشع بن نون عليه السلام، الغلام الذي رافق موسى أثناء لقائه بالخضر، وهو نبي من أنبياء الله استخلفه الله عز وجل في بني إسرائيل بعد وفاة موسى وهارون عليهما السلام، وهو من كتب الله على يديه فتح بيت المقدس واسترجاعه من العماليق. يعرف يوشع أن موسى سيغادر في رحلة تستغرق أياماً يغيب فيها عن بني إسرائيل. قال يوشع: هل تصحبني معك يا نبي الله؟ أحمل عنك متاعك وأقوم على خدمتك. فيقول له موسى: فلتحضر حوتاً مملحاً لا روح فيه وتضعه في سلة، وما عليك إلا أن تخبرني حين تفقد هذا الحوت. قال يوشع: لك هذا يا نبي الله، إنه أمر يسير، سأخبر أمي وأحضر الحوت المملح والسلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. ماذا تقول يا يوشع؟ تريد أن تتركني وترحل مع موسى؟ قال يوشع: إنها أيام قليلة يا أمي، ولن أتأخر عليك. يا ويلي، ماذا يريد منا موسى؟ أضل ولدي والآن يأخذه بعيدا عني. سأكون معك يا خالتي طوال فترة غياب يوشع، ولن أتركك أبدا. إنك لا تعلم يا ولدي إلى أين ترحل ولا متى ستعود. قال يوشع: أعدك يا أمي أني لن أتأخر، وسأكون بأمان مع نبي الله، فلا تقلقي. هل تسمع يا رحوم ما يهذي به ولدي الوحيد؟ يا ويلي يا ويلي.
تجهز يوشع للرحيل مع موسى عليه السلام، فتزود بالطعام اللازم لهذه الرحلة، وأخذ معه سمكة كبيرة مملحة لا حياة فيها، ووضعهم جميعا في سلة، واتجه إلى موسى ليبدأ معا رحلة البحث عن الرجل الصالح. قال يوشع: اعتني بأمي أثناء غيابي يا رحوم. اطمئن يا يوشع، لن أتركها أبدا، صاحبتكما السلامة. عجبت لك يا موسى، إنك تقوم بعمل أشياء لا نستطيع أن نجد لها تفسيرا، ولكنه شأن الأنبياء. وانتشر الخبر بين بني إسرائيل بأن موسى تركهم وحدهم في الصحراء ورحل، وساد الهرج والمرج بينهم. لقد خدعنا موسى وتركنا في هذه الصحراء القاحلة. إنها ليست المرة الأولى التي يتركنا فيها موسى ويرحل. أجل أجل، أتذكرون يوم أن قال لنا إنه ذهب للقاء ربه وتركنا 40 ليلة؟ نعم، وعاد إلينا بألواح مكتوبة وقال عنها إنها من عند الله. وحين رفضنا أن ندخل الأرض التي يدعي أنها مقدسة، تركنا في التيه طيلة هذه السنين. إنه يعلم سبيل الخروج من هذا التيه، ولكنه ذهب وتركنا. يوشع ولدي، ولدي يوشع، أخذه موسى ورحل، أخذه موسى ورحل. وانطلق موسى عليه السلام ومعه فتاه يوشع بن نون الذي ورثه بعد ذلك في النبوة والدعوة في بني إسرائيل، يوشع الذي فتح الله على يديه القدس. قال يوشع: يا ليتني أعرف إلى أين نحن ذاهبان، لكني لن أقدر أن أسأل موسى، مؤكد أن هناك أمرا مهما سيذهب إليه موسى، فهو لا يتصرف إلا بوحي من الله. ويقول موسى ليوشع: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. قال يوشع: ترى ماذا يوجد عند مجمع البحرين؟ ولماذا طلب مني نبي الله أن أراقب هذا الحوت؟